الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك عليم. ازيكم يا دكاترة، اخباركم ايه؟ معاكم رنيم محمد. ان شاء الله شرحنا مع بعض محاضرة هلبول، هناخد بقى الريفيشن عليها بامر الله. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكة المقربين. اللهم اجعل السنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وسري بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب والله كده كل واحد يصلي على النبي. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب يلا نبدا كده. بصوا، يعني انا حبيت ان احنا شرحنا محاضره البون، انا راجعها ان شاء الله دلوقتي في صوره اسئله، يعني تقريبا ان شاء الله ما سبتش اي حاجه ما جبتش عليها سؤال، يعني فنركز مع بعض كده. طيب اول حاجه بيقول لك هنا، يعني بون ايزز بشوالايز كونكتيف تيشو بيكوز ايتس. بص، مش انا قلت لك في المحاضره ان انا ان احنا عارفين ان البون كونكتيف تيشو، صح؟ زي الكارتريج. قلت لك ايه الفرق بينهم؟ ان البون از بشوالايز ان هو في فاسكولاريتي عاليه، لكن الكارتريج كان قليل، فتختار ايه على طول؟ هيختار ان هو هايلي فاسكولار. تمام. يبقى البون هو سبيشالايز لانه هايلي فاسكولار. بعد كده قلت لك عندي الكومبوزيشن بتاع البون، كل دول ما عدا ايه؟ طيب انا كنت مجمعهم لك في كلمه بيسمي، صح؟ البيبريوسيوم والسيلز والماتريكس والاندوسيوم، لكن ركز لانه بقول لك كل دول صح ما عدا ايه؟ الاندوسيوم انا كنت قايله لك بري يعني بره، فالبريوسيوم كان اكسترنال فهو صح. طب ماشي، والاندوسيوم بقى قلت لك اندوسيوم اندو دي، قلت لك اندو يعني جوه، صح؟ يبقى اندوسيوم اللي هو كان الغشاء اللي بيحوط البونه من جوه، فالمفروض ان هو موست انترنال، لكن هو قلت لك اكسترنال. طبعا يبقى الاجابه سي. يبقى الثاني من اول هنا كده، يبقى ثاني رقم واحد عندي الاجابه هيبقى سي اللي هو هايلي فاسكولار، واثنين هيبقى الاجابه ايه؟ الاندوسيوم موست اكسترنال هي الغلط. طيب بعد كده بيقول لك عندك الكونسيستنسي بتاعت البون هي ايه؟ مش انا قلت لك دلوقتي ان الفرق البون عن الكارتريج، لكن البونه بتبقى ايه؟ صلبه ماسكه، لان كان فيها كالسيوم، صح؟ فنقول ان هو ايه؟ هو هارد وسوليد. كلمه هارد وسوليد الاثنين زي بعض، فيبقى الاجابه اي اللي هي اجابه سي، ودي هارد وسوليد زي بعض، لكن الكارتريج هو اللي كان فيرم وسوفت. تمام. بعد كده اتكلمنا وقلنا بيقول لك انها زي انه اورجانيك ماتر اوف البون ماتريكس كونتين ايه دول مع ده ايه؟ بص كده ركز معايا، يعني عيني على الان، هو عايز ايه؟ الان اورجانيك. انا قلت لك عندك الان اورجانيك هي اللي كانت بتمثل 50% من وزن البون ماتريكس، صح؟ قلت لك دي بتاعت المعادن. تمام. اذا دلوقتي انا هختار الحاجه اللي ما كانتش تبع المعادن. طبعا هي 50%، تمام دي صحيحه، وهو فيها كالسيوم وفوسفورس وفيها بيكربونات وستري، يبقى ما كانش فيها ايه؟ ما كانش فيها الكولاجين. امال الكولاجين ده كان مع مين؟ كان مع الاورجانيك ماتر. تمام جدا. طبعا كان عندك كله بروجيلي، كله كولاجين وبروتوجلايكان وجلايكوبروتين، ده كان مع الاورجانيك ماتر. طيب بعد كده بيقول لك بقى، طب هو بيقول لك ان بقى الاورجانيك ماتر وفي البون ماتريكس كونتين ايه؟ طبعا بيحتوي على طيب وان كولاجين وبروتوجلايكان وجلايكوبروتين، يبقى اول اوف ذا باف. بعد كده بيقول لك عندك الاول اوف ذا فولوينج ريسبونس والفول فورمنج البون ما عندنا. قلت لك هنا دلوقتي كنت قلت لك عندك ان انت عندك اربع انواع من الخلايا، صح؟ قلت لك عندك اوستيوبوجينيك سيل او اوستيوبروجينيتور والاوستيوبلاست والاوستيوسايت والاوستيوكلاست. قلت لك اول ثلاثه كانوا الثلاثه بيكونوا لي بونه. قلت لك الوحيده اللي كانت بتاكل العظم الوحشه دي اسمها ايه؟ اوستيوكلاست. قلت لك حتى ساعتها كلاست بتاكل. تمام. يبقى هنا الاجابه مين؟ كلهم بيكونوا بون ما عدا مين؟ يبقى الاوستيوكلاست. بعد كده اتكلمنا بيقول لك عندك المين طيب بتاع الكولاجين هو ايه؟ هو الطيب 1. طب احنا قلت لك عندي هنا البونه هي الكولاجين بتاعها عشان هي خلايا صلبه، اصلب نوع عندك هو الطيب 1. تمام. طيب بعد كده بيقول لك الصيب بتاع الاوستيوبروجينيتور سيل. طيب قلت لك بقى عندي هنا الاوستيوبروجينيتور سيل دي كانت الخليه البدائيه، قلت لك بيطلع من ثلاث اماكن، قلت لك بيطلع من البريوستيوم وبتطلع من الاندوستيوم والبون مارو كافيتي، يبقى نختار ايه؟ اوف ذا باف. طيب بعد كده بيقول لك عندك ان نقط ديفرنشيت الى اوستيوبلاست ان الفاسكولار تيشو. مين هي اللي هي الخليه الاوليه اللي هي الخليه البدائيه اللي كانت بقى بتديفرنشيت عشان تتكون لك الاوستيوبلاست؟ يبقى هي كانت مين؟ الاوستيوجينيك سيل او الاوستيوبروجينيتور. طيب ركز معايا كده وصح، عشان قلت لك عندك. طب هو دلوقتي هنا بيقول لك الاوستيوبروجينيتور دي هيتحول لاوستيوبلاست اللي هو فاسكولار تيشو، امال لو هو نان فاسكولار تيشو كان ايه اللي شاطر كده وذاكر المحاضره؟ كان هيبقى كوندروبلاست. يبقى لو انا عندي هنا نان فاسكولار تيشو الاوستيوجينيك بيتحول الى كوندروبلاست. تمام. بعد كده بيتكلم على ويتش اوف الفولوينج سيل فايند ان البريوستيوم والاندوستيوم والبون مارو كافيتي. انا لسه قايل دلوقتي ان يبقى موجود في البريوستيوم والاندوستيوم والبون مارو كافيتي هي الاوستيوجينيك سيل، وكان معاها واحده كمان اللي شاطر مذاكر هيعرف ان هي الاوستيوبلاست. ليه؟ مش احنا قلنا اعتبر اصلا الاوستيوجينيك كانت هي الخليه الام للاوستيوبلاست، يبقى مين؟ يبقى الاجابه الاوستيوجينيك والاوستيوبلاست، يبقى الاجابه ايه وبي. امال الاوستيوكلاست كانت بتطلع منين؟ لو نفتكر بقى الاوستيوكلاست دي الخليه اللي كانت بتاكل، فكانت دي كانت بتطلع من المونوسايت، صح؟ يبقى
الاجابه هنا ايه وبي. طيب بعد كده بيقول لك نقط اوف سيلز از كيوبيدال او كولمنر ان شيب. بص بقى يا باشا، انت عندنا هنا انا اديتك المره اللي فاتت وقلت لك عندك هنا ان انا كان عندي هنا الاوستيو بلاس، تمام، وقلت لك كلمه بلاس دي معناها ان الخليه دي فيري اكتيف وفيها مميزات. اعرف ان الخليه الاوستيو بلاس ديت هي الوحيده اللي انا ذكرت فيها ان هي كانت كيوبيدال وكولمنر في الشيب. لما يجي 14 هنا نقط هو كيوبيدال وكولمنر ان شيب هتبقى هي الاوستيو بلاس. تمام تمام. برضو قلت لك ان الاوستيو بلاس عشان هي خليه اكتيف ماشي، فهي كانت اكتيف لانها بتحب بتصنع بروتين كتيره. وبرده يقول لك هنا مين المسؤول عن تصنيع البروتينات، هيبقى الاوستيو بلاس. وبرده هنا كمان طبعا فيها رايبوسومات كتير، قلت لك بقى هي خليه اكتيف. برده تبقى فاكر معايا ان الاوستيو بلاس هي الخليه الوحيده قلت لك هي فيها ماشي بتحب تشتغل كتير، فطبعا فيها هي اورجانيل كتيره جوه. الاورجانيل زي ما قلت لك في المحاضره كان زقت لك النواه من السنتر، شهوات النواه بقت اكستنسيف، فيقول لك ان النيوكليوي موجوده في الاكستنسيف طبعا في الاوستيو بلاس برده ماشي. طيب برده نقطة ايه برده قلت لك عندها عشان هي بتشتغل برده، ففيها برده فيها انزيمات جواها زي الالكالين فوسفاتيز وي الام وي البايروفوسفاتيز انزيم ماشي، يبقى من دي برده يبقى دي الاوستيو بلاس. تمام تمام كده. يبقى الاوستيو بلاس برده هي اللي فيها الالكالين فوسفاتيز وفيها بايروفوسفاتيز انزيم. طبعا اللي فاكر معايا الالكالين فوسفاتيز كان بيعمل ايه، كان بيعمل لي ديبوزيت الكالسيوم في العظم، لكن البايروفوسفاتيز انزيم ده كان بيعمل ايه، كان بيروح يمنع لي البايروفوسفات سبستانس، البايروفوسفات سبستانس دي اللي كانت بتاخر لي عامل لي كالسيفيكيشن. تمام تمام. بعد كده بيقول لك ويتش اوف الفولوينج دول ريسبونسبل فور البون فورميشن، برده تلاقي مين كانت بتكون عظم بقى كده مكتوبه كده البون فورميشن هي الاوستيو بلس. تمام تمام. يبقى دلوقتي اكون عارف حاجات مهمه جدا عن الاوستيو بلاست، ان هي فيها كيوبويدال وكلامنر في الشيب، وان هي سينزاي البروتين، وان هي اكستنسيك النواه بتاعتها، وان هي فيها القليين فوسفاتيز، وان هي بون فورميشن. الحاجات دي كلها تكون في دماغي كده عن الاوستيو بلاست، اول ما اشوفهم كده في الجول ما كملش واقوم مختارهم. بعد كده بيقول لك طيب هو تشوف الفولوينج عندي كيوب سمول كافيتي كولد لاكونا. كلمه لاكونا كان لاكونا على طول بتفكرك بالشقه واللي كانت بتقعد في الشقه هي اوستيو سايت. يا عم هتنساها، افتكر اوستيو سايت سايت احسن مكان هي الشقه بتاعتي هي اللاكونا بتاعتي ماشي. بقول لكم مع الاوستيوسايت على طول، اشوف كلمه لكم اختار الاوستيوسايت في الاجابه. طيب بعد كده بيقول نقط الرئيس من الكوميونيكيت الاوستيوسايت، مين اللي بيربط الاوستيوسايت ببعضيها؟ اكيد قلت لك هي الكانالوكيولاي. طب انا عايزه اجمعها، بص كده الكوميونيكيت والكانالوكيولاي اظن ايه يعني، خلاص ما حدش بقى يختار لي حاجه ثانيه، يبقى الكوميونيكيت والكانالوكيولاي. تمام تمام. الاوستيوسايت هنا بيقول لك ان ايه، بص قلت لك عن الاوستيوسايت هي اللي كانت بتبقى قاعده في شقتها اللي هي لكم، ما كانتش بتحتاج ان تعمل شغل كتير، فبالتالي ما كانش فيها رف اندوبلازم وكده ما جولجي كتير. يبقى الاوستيوسايت از ايه، يبقى از ريديوس دراف اند بلازم كده كده موجولجي ماشي كده، لكن كان فيها مايكروتوبيول كتير، لكن مايكروتوبيول كده عشان يثبتوها. يبقى طبعا 18 هتبقى ايه اجابتها دي، فيها ريديوس دراف اند بلازم كده كده موجولجي وفيها ميني مايكروتوبيول. بعد كده بيقول لك عندي النيوكليوي بتبقى اوفن، عندي هنا فيها نيوكليار كروماتين. كلمه نيوكليار كروماتين دي على طول افتكر الاوستيوسايتس، الخير كانت قاعده في شقتها، يبقى قاعده في شقتها ماشي كده ليها اللاكونه بتاعتها ماشي، والنيوكليار بتاعتها فيها كروماتين محافظه عليها. تمام. وبرده دي كانت بتحب تحافظ على البون ماتريكس زي ما احنا بنفتكر يعني الحاجات كلها مفاتيح كده الاوستيوسايت. اول ما اشوفها اختار معاها الاوستيوسايت على طول. تمام تمام. يبقى السيل ريسبونسبل فور البون ماتريكس مينتنس اللي بقول لك لسه بقول لك عليها هي مين، الاوستيوسايت. تمام تمام. يبقى كده ما انساش ان الاوستيوسايت عندي هي اللي بتقعد لي في لاكونا، وهي اللي بيبقى فيها نيوكليار كروماتين، وهي المسؤوله عن مينتيننس البوم ماتريكس البوم ماتريكس. تمام. اوعى تنسى الحاجات دي، يعني اول ما اشوفهم دي اختار لي ايه، اختار لي على طول دي اوستيوسايت ماشي. بعد كده بيقول لك عندي الاورجن بتاع الاوستيوكلاست، قال لا الاوستيوكلاست دي الخليه اللي بتاكل الوحشه. تمام. وتلاقي ده كمان يطلع من مكان اورجن كده تحس ان هو سبيسيفيك ليها، هو مين كان بيطلع من المونوسايت. تمام تمام. بعد كده اللي هي ايه بيقول لك شوف الفولوينج عندي فيها مالتي نيوكليتيد، طبعا مين اللي فيها النواه كتير، يعني مين هي مالتي نيوكليتيد؟ اكيد الاوستيوكلاست اللي كانت بتاكل. تمام. اللي هي رقم دي هنا. تمام. مش قلت لك بقى هي بتاكل فاكيد فيها ايه نيوكليوي كتير، يبقى قلت لك الخليه اللي فيها نيوكليوي كتير يبقى كده اوستيوكلاست. ويتش سيل او ويتش اوف البون سيل هاز اسيتوفيليك فومي سيتوبلازم اند رافلد بوردر. بص لك الحاجه يا باشا، التلات خليه الاولانيين اللي هم الاوستيوجينيك سيل والاوستيوسايت والاوستيوبلاست، التلاته دول كلهم السيتوبلازم بتاعهم بيزيفيليك، الوحيده اللي السيتوبلازم بتاعها اسيدوفيليك اوستيوكلاست. حرام عليك لما يجي لك في الامتحان وتختار غير كده. بص اسيدوفيليك اسيدوفيليك فيها معاها الاوستيوكلاست ماشي، السي برضه بتاع الاوستيوكلاست. تمام تمام. يبقى اوعى تنسالي ان الاوستيوكلاست هي اللي فيها بتاعها اسيتوفيليك. تمام. وبرده كلمه رافلد بوردر هي اللي كان فيها رافلد بوردر كده سطح الخشن بتاعها عشان تعرف تاكل من عند البون. تمام تمام. بعد كده بقى برده تركز في السؤال ده جدا، الكلير زون عندي كان عباره عن ايه؟ لو تفتكر في شرح قلت لك من اسمه كده، اسمه كلير يبقى اكيد ما فيش جوه اورجانيل، ما هو اسمه كلير. تمام. يبقى اكيد هختار ايه؟ هختار ان هي ديفويد من الاورجانيل. طيب هل فيها كمان كان بيميزها ان فيها اكتين فيلمنت؟ يبقى الاجابه هنا ايه؟ الاجابه سي اللي هو فيه اورجانيلز وي اكتين فيلمنت.
فيلامنت، دي سوري دي فيلم من الاورجانيل يعني ما فيهوش اورجانيلات لكن فيه اكتين فيلامنت بس، لانها اسمها كلير زون. تمام تمام امال بقى الزون اللي بعد كده اللي هي فيها لايسوزوم كانت ايه؟ قلت لك ايه في المشروع قلت لك سكبها كده، الفاسكولار زون هي اللي فيها لايسوزوم، فاسكولار ولايسوزوم. تمام تمام امال بقى مين اللي فيها الاورجانيل بقى كتيره وفيها جولجي وميتوكوندريا؟ هي البيزال زون. يا عم عايز تفتكرها، افتكر عندي مثلا ان المثلث مثلا بيبقى ليه قاعده صح، مش القاعده بتبقى كبيره عن القمه بتاعته صح، يبقى القاعده بتاعته ليه اسمها البيز، برضو يبقى البيزل هي عندي هي اللي فيها اورجانيل كتيره وجولجي وميتوكوندريا البيزل زون. افتكرت افتكرها باي حاجه. المهم بعد كده بقول لك عندي نقط از ريسبونسبل فور، سوري از ريسبونسبل فور البون ريزوربشن، البون عن بون ريزوربشن يعني عايز ياكل العظم اللي كان بياكل عظم الاوستيوكلاس. تمام تمام بعد كده بقول لك واتش الفولوينج عنده هاز تو لاير، مش انا قلت لك عندي انا كان عندي الكفرنج بتاعتي البون عندي كان عندي بري اوستيوم واندوستيوم، قلت لك الاواني اللي من بره هو اللي كان بيحتوي على تو لاير، يبقى مين هنا؟ البري اوستيوم، دي مهمه برضو، لكن الاندوستيوم كان هيحتوي على وان لاير بس. طيب بيقول لك ما عندي الاوتر فايبرس لاير بتاع البري اوستيوم كونسيست من ايه؟ مش انا قلت لك عندي البري اوستيوم ليه تو لاير، اه الاولانيه كنا بنسميها اوتر فايبرس لاير والثانيه كنا بنسميها انر اوستيوجينيك لاير. طيب الاوتر فايبرس لاير دي كنت قايله ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن شويه فايبر وفايبروبلاست وبلاد فيسل، ماشي تمام، هي يحتوي على كل دول اللي هو الكولاجين فايبر وفايبروبلاست وبلاد فيسل ماشي، لكن ما كانش فيه اوستيوجينيك سيل. امال الاوستيوجينيك اللي كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في دي الانر اوستيوجينيك لاير. تمام من اسمها حتى كده، يبقى كل دول صح ما عدا ايه؟ الاوستيوجينيك سيل. الاوستيوجينيك سيل دي موجوده فين؟ في الانر اوستيوجينيك لاير. بيقول لك شوف ذا فولوينج عندي بيست ديسكرايب للبانزل، اول ما تشوف كلمه بانزل دي على طول شويه الحزم دول عباره عن ايه؟ عباره عن شربس فايبر، يعني افتكرها عندي ان الفايبر عباره عن شويه الياف كده بيعملوا حزم اسمه، يبقى معاها كلمه ايه؟ البانزل اللي بتثبت البريوستيم في الماتريكس بتاعي. نفس الكلام هنا بيقول لك البريوستيم فيكسد ويز الاندرلايننج بون ماتريكس، البريوستيم بتثبت في البون ماتريكس ازاي؟ عن طريق الايه؟ عن طريق برضه شاربس فايبر. تمام تمام بعد كده بيقول لك هنا الاندوستيم هو عباره عن ايه؟ احنا عارفين عندي الاندوستيم هو عباره عن فاسكولار ميمبرين، لكن اشوف بقى الفاسكولار ميمبرين ده كان بيعمل ايه؟ كان بيلاين البون من جوه صح، يبقى هو فاسكولار ميمبرين لاين البون مايو كافيتي والانترنال سيرفس. تمام تمام اما البريوستيم هو اللي كان بيحوطه لي من بره. طب الاندوستيم برضو هنا بيقول لك ان هو عباره عن ايه؟ خلاص بقى لسه قايل دلوقتي ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن وان لاير، لكن الخليه اللي فيه ايه؟ ثلاث انواع من الخلايا، هو عباره عن وان لاير عندي بيوستيوجينيك سيل وبيحتوي على اوستيوبلاست واوستيوكلاست. تمام تمام طيب بعد كده بيقول لك عند السايب بتاع الكومباكت بون، الكومباكت بون اللي هو البون اللي هي الصلبه متماسكه كانت موجوده فين؟ احنا عارفين كانت موجوده في الشفت بتاع اللونج بون عشان لو انا عايز اشيل حاجه اقدر اشيل، وكانت موجوده برده في الايه؟ في الاوتر والانر بتاع السكال في الجمجمه عشان يحميها لي، وكمان موجوده في الاوتر كفرنج بتاع الكارتريج والفيرتوريا. تمام اذا الاجابه هنا ايه؟ كومباكت بون موجود في اول اوف ذا ابوف. تمام تمام طيب اما بقى الاسبونج دي موجوده فين؟ الاسبونج موجوده فين؟ موجوده في الشفت بقى لا ولا في ده ده موجوده فين؟ موجوده في الريب والكارتريج. قلت لك بقى الريب والكارتريج نفسهم اسبونج بون، لكن الكفرنج بتاعي كان ايه؟ كان كومباكت بون. تمام تمام طيب بيقول لك عندي الزون بتاع الجروينج بون هو ايه؟ احنا عارفين عندي ان الجروينج بون كان خمسه، كان عباره عن ريستنج زون وبروفيشن وهايبر تروفيك وكالسيفايد، يبقى ايه؟ بقول في ذا. طيب الاستراكشر يونت عندي في الكومباكت بون هو عباره عن ايه؟ ايه من هو؟ قلت لك بقى ايه هو الوحده البنائيه للكومباكت بون؟ قلت لك اختصارته دي لها فيرجن سيستم او الاوستيون. لما قلت لك في المحاضره اوستيون واوستيون واوستيون يكونوا لي كومباكت بون زي طوبه جنب طوبه جنب طوبه يكون لي بيت. تمام تمام طيب بعد كده بيقول عندي نقط عباره عن اوبليك كانال، اول ما تشوف كلمه اوبليك كانال اختار على طول فولكمان كانال. بص كده اوبليك وفولكمان يا رب ما تنساه، اوبليك وفولكمان دي الخلايا دي الكنال اللي كانت بتمشي بالعرض، يبقى ايه؟ اوبليك كانال. تمام وطبعا ما كانش فيها كونسنتريك لاملي، لكن الهافيرجن كانال هي اللي كان فيها كونسنتريك لاملي، لكن اللي بتمشي اوبليك اوبليك يبقى ايه؟ فولكمان كانال. طيب بعد كده بيقول الاوتر سيركم فليكس لاملي لوكيتد بينس ايه؟ طيب انا بقول لك الاوتر يبقى اكيد تحت الايه؟ البريوست، مش انا عارف ان البريوست اللي كان بيحاوط بالبونه من بره، يبقى اكيد الاوتر سيركم فليكس لاملي موجوده ناحيته. طيب بعد كده بيقول لك برده نقط لوكيتد اندر البريوست، يبقى اهو يبقى مين المواحد اللي ناحيه ناحيه الاندوستيا؟ مين هو الانترنال سيركم فليكس لاملي؟ شوف حتى اسمها انترنال ناحيه الايه؟ ناحيه الاندوستيا. تمام تمام طيب بعد كده بيقول لك عندي نقط موجوده عند الهافيرجن سيستم. بص اقول لك حاجه، مين اللي كان موجود عند الهافيرجن سيستم؟ هي الانترسيستم لاملي اللي كانت موجوده بين الايه؟ بين كل هافيرجن سيستم وبعضه. يا عم عايز تسكبها، بص كده هافيرجن بين الهافيرجن سيستم دول كلمتين صح؟ الاجابه برضو فيها كلمتين، هو الانترسيستم اللي مني. تمام يا رب تسكن باي طريقه. بعد كده بيقول المالتيبل بول ماتريكس كافيتي اور بريزنت بتوين ترابيكولي ان. طيب موجود فين بقى؟ قلت لك عندي بون ماي كافيتي موجود بين ترابيكولي، قلت لك فين؟ ده كان في الاسبونجي بون. تمام طيب بعد كده بيقول لك عندي ايه الزون من دول اللي كان بص كده عينك تقع على طول ان الكوندروسايت فيها كان ديفايد ماشي وتكون لك كولم اوف الستيك دي سيل، مش هيكون لك كولم اوف الستيك دي سيل معنى كده ان حصل لها بوليفريشن. تمام
يبقى هي مين هي البروفريشن زون. امال مين اللي كانت بتجمع جواها جلايكوجين؟ طبعا الجلايكوجين لما يجيبها كوندروسيت هيكبرها، فتبقى ايه هي؟ تبقى الهايبر تروفيك زون. طيب اخر حاجه بيقول لك عندي ايه الاوسيفيكيشن زون، البلاك كابيلري كنت بجيبه منين؟ مش محتاجه عندي بلاك كابيلري وسط وشيكسل، كنت بجيبه منين؟ هجيبه منين؟ البري اوس من الغشاء اللي من بره، هو اسهل لي اصلا. شو الغشاء البري اوس؟ الغشاء اللي بيحوط الجوايه من بره، يبقى هختاره منين؟ من البري اوس. بعد كده بيقول لك عندي ترو ولا فولس الكومباكت مون، في الكومباكت مون يعني فولكمان كان هي اللاين ذا ويز البري اوستيو بلاست اند كونتينبل فيس، طبعا فولس. تمام تمام. طيب كده يعتبر يعني رب يا رب تكون المحاضره خفيفه عليكم. انا بس حاولت اعمل لكم ريفيجن في الصوره ده. دلوقتي انا عايزه اعمل لكم حاجتين اتنين عايزه انبه عليهم. اول حاجه يعني ضروري ضروري جدا تبعتوا يعني في طبقه في الكومنت او يعني في فورم الفيدباك اللي بينزل لكم، قولوا بس انتوا حابين المراجعه بتاعت يعني الليست وكده تبقى في الشكل ده ولا يعني بتفضلوها في الشكل ده، اللي هو يعني اسئله ونقول لك الحاجات المهمه وبتاع ماشي، ولا ان احنا نعملها لك عندي تاني كشرح الفيديو ده بقى يعني زي الشرح الاولاني مثلا بس مختصر ومراجعه. يعني عايزاكم في فورم الفيدباك كده توضحوا لو الطريقه دي عجبتكم يبقى تمام، يعني ننزل لكم بالشكل ده لوحده الاسئله ونسكمها لكم، عشان يعني لو حد مش لاحق او حاجه يعني انتوا بقى بتحبوها كده، ولا مثلا ما كنا بننزل لكم اللي هو عادي مراجعه تاني للشرح يعني. يعني يا رب تبعتوا، مهم جدا تعملوا ده. ده اول حاجه بننبه عليها. تاني حاجه بقى يعني انا في المحاضره هنا مهم جدا 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 داخل الامتحان تكون مسكم يا محافظ كده مبصمج الاسئله بتاعت اللي كتب الاسم، انا هحطها لكم في الفايل ده اهوت اللي هي باللون الاحمر. تمام يعني في ايه، فاخد بالكم منها جدا 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 وتبصوا عليها وانتوا داخلين الامتحان. مهم جدا في الهيستو ان سواء فاينل او ميد تكون باصص جدا على الاسئله الاسم دي. وربنا معاكم يا رب، تكون المحاضره خايفه عليكم وما اكونش طولت عليكم ولا تكونوا زهقتوا مني يعني. بس كده، ثانك يو.